السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيف كونديشنال اللي هي حالات قاعدة إيف. أول حاجة هنتكلم عليها لحالات قاعدة إيف، إيف بمعنى إذا أو لو، إذا أو لو. هنتكلم أول حاجة عن لقاعدة إيف. كلنا عارفين إن حالات قاعدة إيف تلات حالات غير الحالة الصفرية. الحالة الصفرية اللي هي مضارع مضارع، مضارع بسيط مضارع بسيط، بتكلم عن حقائق. يعني مثال if you freeze water it turns into ice، يعني لو حطينا مية تتجمد هتحول الى تلج. More example if we heat water it boils، لو احنا سخنا المية هتغلي. اذا ده بنقول عليها مضارع مضارع لان بتكلم عن حقائق. برضو بنقول حالة إيف في صيغة الأمر. لو قلنا مثلا if she comes back let her in، فبنقول في صيغة الأمر if she comes back let her in، لو جت خليها تدخل. If my brother comes home please tell me، لو أخويا أتى المنزل أخبرني. فنقول دي بالنسبة للحالة الصفرية أو if conditional zero conditional، بنسميها zero conditional. هنبتدي نقول دي أغنية ممكن تقولوها كده if ومضارع will والمصدر، يعني if بعديها مضارع بسيط اللي هي present simple، يبقى الناحية التانية will plus infinitive أو will زائد المصدر. مضارع بسيط يعني بنقعد مع الـ I والـ We والـ They والـ You الفعل في المصدر، ومع الـ He والـ She والـ It بنقعد الفعل S أو ES. أوكي؟ ناخد example if you study hard you will get high marks، يعني لو أنت ذاكرت كويس سوف تحصل على درجات عالية. Another example if I earn some money I will go abroad، لو ربحت بعض الفلوس سوف أذهب إلى الخارج. فكلمة هنا abroad غير abort، abroad يعني بالخارج لكن abort على ظهر السفينة. فنقول كده I earn some money، لو ها if I earn some money لو أنا شوية فلوس أو بعض الفلوس I will go abroad، سوف أسافر خارج. Another example if he eats a lot he will be fat، يعني هو لو كل كثير سيكون تخين. If he eats a lot he will be fat. ملاحظين هنا بنضع الفعل إس عشان هي وشي والإت في الـ present simple. ناخد example تاني if he scores goals he will win the match، يعني لو هو سجل أهداف سوف يفوز بالماتش. يبقى إذا قلنا الحالة الأولى لقاعدة إيف لإيف ومضارع ويل والمصدر، ونقول إيف if والماضي would والمصدر، يبقى نحفظها كده if والماضي would والمصدر. مثال if you studied hard you would pass the test، لو انت ذاكرت بجد سوف تعبر الامتحان. فهنا في الماضي لان studied هنا ماضي، يبقى نقول would زائد المصدر، لو مضارع يبقى will زائد المصدر، لو ماضي يبقى would زائد المصدر. سهلة جدا ما فيش أي حاجة. ناخد example تاني if I earned some money I'd go abroad، لو أنا ربحت فلوس بعض الفلوس سوف أذهب للخارج. ملاحظ هنا earned دي ماضي يبقى الناحية التانية would زائد المصدر، مختصر would اللي هي apostrophe G. ماشي apostrophe G. واحد يقول لي مستر طب ما apostrophe G مختصر دهات، يبقى لازم بعد هاد يجي بعدها تصريف تالت اللي هي جان. فهنا بنقول دي وود زائد المصدر لان هي ابص في دي بتساوي وود وليس هاد. Another example if I were a doctor
I would be rich. وانا كنت دكتور سأصبح غني. كلنا عارفين دكاترة ما شاء الله عليهم يعني. طيب another example, if he were tall he would teach he will touch the child. هو كان طويل سوف يلمس الرف أو يوصل للرف. فهنا بنقول إذا الحالة التانية القاعدة إف إف والماضي وود والمصدر سهلة جدا جدا يعني. بعد إف لو في الفعل هيجي في الماضي في البسط يبقى الناحية التانية وود بلس إنفينيتيف أو وود زائد المصدر. نيجي نتكلم على الحالة التالتة لقاعدة إف. الحالة الإف وهاد بي بي يبقى الناحية التانية وود هاف بي بي يعني إف بعديها هاد زي التصريف التالت يبقى الناحية التانية وود هاف زي التصريف التالت. في بعض الحالات بتيجي إف هي هاد هاد. واحد يقول لي مستر ليه هاد هاد؟ أقولك لأن هاد وراها تصريف تالت بتاع فيرب تو هاف اللي هي هاد يبقى هاد هاد. أوكي فما فيهاش أي مشكلة. طيب هناخد اكزامبل. if she had walked she would have caught the train. هو لو مشيت سوف توصل الى القطار لان القطار ممكن يكون قريب منها شوية قريب زي مثلا بعض امتار فسهل جدا ان هي تمشي توصل للقطار عادي خالص. طيب ناخد مثال تاني. if he had studied hard he would have got high marks. لو هو ذاكر بجد سوف سوف يحصل على درجات عاليه. فملاحظين هذا التصريف التالت يبقى الناحيه التانيه would have ذا التصريف التالت. more example. if he had had a map لو عنده خريطه he wouldn't have got lost. يعني لو مع خريطه مش ممكن ان هو هيضل الطريق. Another example, if she had eaten well she would have been fit. يعني لو كلت كويس اكيد سوف تكون لائقة بدنيا اللي هي well built. فبنقول هنا يبقى اذا عرفنا حالات قاعدة if اللي هي الحالة الصفرية وبعدين نتكلم على الحالة الاولى والحالة التانية والحالة التالتة. سهلة أوي. الحالة الصفرية مضارع مضارع بيتكلم عن الحقائق. الحالة الأولى if ومضارع will والمصدر. الحالة التانية if والماضي would والمصدر. would have be be. وشكرا وشكرا على الاستماع ومنتظرين في الحلقة القادمة مع مستر نور. أرجو إن شاء الله يكون الصوت واضح ونقدر إن إحنا نكون وفينا بطلباتكم اللي كان بيقولوا الصوت بتاعك واطي. فإن شاء الله بإذن الله ومع الشرح الجيد إن شاء الله وتكونوا فهمتوا قاعدة إيف كويس أوي أوي. في قاعدة إيف على توسع شوية. وتحياتي مستر نور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.